نذكره من أجل مجيء المسيح قبل مجيء بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وسيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدوس. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الشهداء حتى سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأبرار والصديقون ولقاس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بالأذية ومحبة كاملة ورداء ثابت نقصد بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي